تقول بأن جميع المغاربة اللي غادي يشاركوا مرشحين، ماشي غير واحد شخص واحد، فأنا تمنيت كلهم وكلهم احنا نراهن عليهم، ليس البقالي وحده ولو البقالي من مدينة فاس اللي أنا اللي كنتمي لها. فصحيح البقالي قوي قوي جدا، ونتمنى له هذه المرة أن يفوز بميدالية ذهبية بعد مشاركته الرائعة في ريو وحتى للصف الرابع، فلما لا؟ ولكن ليس هو فقط، إيجيدير ورباب ورياضيين آخرين سواء في الملاكمة في تيكواندو في عدة رياضات، عندنا عدة أبطال اللي ممكن إن شاء الله تجي منهم ميدالية، ونتمنى يحصلوا على ميداليات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.